السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وتعني إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه لا معبود بحق إلا الله. ومن أجل هذه الكلمة العظيمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وكان كل رسول يدعو قومه إليها. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كفار قريش كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، لكن رفضوا هذه الكلمة العظيمة لأنهم يعرفون معناها، وأن معناها إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك بعض المسلمين يصلي ويصوم ويحج إلى بيت الله الحرام، ولكنه يصرف بعض العبادات لغير الله تعالى، كمن يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو يطوب بالقبور أو يذبح لغير الله تعالى. هذا كله ينقض كلمة التوحيد، وهذا هو الشرك. فالإيمان الذي ينجو به العبد من النار ويدخل به الجنة هو الإيمان الخالص الذي لا يخالطه شرك ولا يناقضه كفر. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن عبد الله جل وعلا وعبد معه غيره لم ينفعه ذلك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر أهل العلم أن لهذه الكلمة العظيمة شروطاً لا بد منها. فمن ذلك أولاً العلم بمعناها وما تنفيه وما تثبته. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وللأسف أن كثيراً من الناس ينطق بها، أو أن البعض من الناس ينطق بها ولا يعرف معناها، ولذلك يقع في الشرك. ثانياً من شروطها اليقين، فيكون على يقين بهذه الكلمة العظيمة ولا يخالطه شك، فإن ذلك أو فإن خالطه شك لم تنفعه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أو يشكوا. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. ثالثا الإخلاص لله تعالى في هذه الكلمة، فلا يقولها رياء ولا سمعة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رابعا الصدق في هذه الكلمة العظيمة، فلا يقولها وهو كاذب. قال تعالى:
ولقد فتنا الذي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. خامساً المحبة لهذه الكلمة العظيمة فيحب هذه الكلمة ويحب أهلها الذين يعملون بها. قال تعالى والذين آمنوا أشد حباً لله. سادساً من شروط هذه الكلمة العظيمة الانقياد لها فينقاد لها وما تدل عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك جاء في الآية الكريمة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. سابعا القبول لهذه الكلمة العظيمة فيقبل هذه الكلمة العظيمة ويترك عبادة ما سوى الله. فإن الله جل وعلا قال عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الثامن والأخير الكفر بما يعبد من دون الله تعالى من الطواغيت وإثبات العبادة لله تعالى. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لذلك جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. أيها الإخوة الأفاضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لها فضائل. فمن فضائلها أولا أنها ثقيلة في الميزان. فروى الإمام أحمد مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر. فيقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقول أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل. فيقول الله عز وجل إن لك عندنا حسنة واحدة. فيقول الله عز وجل أحضروه. ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الرجل يا رب وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات العظيمة كل سجل مد البصر 99. فيقول الله عز وجل إنك أو لا ظلم عليك اليوم وإنك لن تظلم شيئا. فوضعت البطاقة في كفة وضعت السجلات في كفة فطاشت السجلات ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا أنه يفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله تعالى من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ثالثا من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن أهلها أهل لا إله إلا الله وإن دخلوا النار بتقصيرهم أي بسبب المعاصي التي فعلوا فإنهم لا يخلدون فيها. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وعزتي وجلالي
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وروى الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي حتى لو أصابه أو مسه شيء من العذاب فإن مصيره إلى الجنة. رابعا وأخيرا من فضائل لا إله إلا الله أن من قالها ثم مات عليها دخل الجنة. فروى أبو داود في سنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.